قولي لي عندك كام فيلم قدامك؟ بس عايزة أحيي أجمل عينين في الدنيا. جميلة نادية لطفي اللي هنكون ليها تكريم خاص بكرة، وإحنا كمان يا مدام نادية هنكرمك تكريم خاص. بس بصراحة بحيي أستاذ سمير فريد واللي عمل الأفيش، لأنه هنا دي عينين نادية فين؟ في أبي فوق الشجرة ولا إيه؟ شوفي عينين نادية وبس، كفاية مش مهم في إيه، بس كفاية. بس أنا لما كلمتها قلت لها مدام نادية ده تحفة، قالت لي إيه؟ دي مش عينيا بس، دي عينين الكاميرا وعينين السينما وعينين مصر. بس ازاي بتفكر الست دي؟ ست عبقرية، ست عبقرية. يعني لما تيجي تقري لها النهاردة، قريت لها موضوع جميل في الـ في الـ اعتقد في اليوم السابع او في جورنا. قالت ايه؟ قالت انا النهاردة عينيا يعني هي دي عيون السينما اللي بتترجم كل حاجة بتحصل النهاردة. وحقيقي هي كده، هي السينما ايه؟ عيون بتترجم اللي بيحصل، الحدث اللي بيحصل. طبعا اكتر حاجة مفرحاني في الدنيا انها موجودة طبعا، اكتر مع ان التكريم انا في رأيي جه متأخر جدا جدا، لكن دي ست على المستوى الانساني وعلى المستوى الفني وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى السياسي وعلى كل المستويات عبقرية في كل شيء. ايه اكتر فيلم حبيتيه لها انت كممثلة؟ انا هحكي لك على حاجة هي مش هتكون فاكراها. انا مرة هي زمان تعبت، وكنت انا ولا دخلت الفن، بس كان عندي ناس وكان ابويا معايا. تعبت وكانت بتمر بأزمة صحية مخيفة، انا كنت رحت لها، هي مش فاكرة وانا ما تهيأليش انها ممكن تفتكر ده لان كان من فتره طويله. انا كنت كل يوم بقعد ادعي لها تخف حبيبتي، وقعدت مره تحت رجلها وفاكره انها لعبت كده اهوت في راسي برجليها. اقسم بالله هي ما هتفتكر ده، بس فرحتي ان انا قاعده معاها وبدعي لها ليل نهار انها المحنه الصحيه تمر. الحمد لله مرت، الحمد لله. ويعني سيده قويه وعدت بحاجات كتير، وعندها كبرياء لم أرى في حياتي. وهي مش مجرد ممثلة، هي ممثلة وسياسية وثورجية أوي. يعني في عز أزماتنا كانت دايما تكلمني تديني من القوة، وعندها نبرة في صوتها فيها كرامة، فيها كبرياء، فيها قوة، فيها إصرار، فيها حاجة كده تخليكي تبقي قوية، يعني عظيمة.